تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الخوارج كان في غاية العدل والحلم، بمعنى أنهم عملوهم وفق النصوص الشرعية التي سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ابتداء جاءت النصوص الشرعية بحرمة سفك الدم المسلم، وأن سفك الدم المسلم لا يحل إلا وفق شروط شرعية جاءت بها النصوص. فالصحابة تعاملوا وفقا بناء على هذه النصوص الشرعية، فلم يقاتلوا الخوارج ابتداء. وذكر علي رضي الله عنه كما ذكر فضيلة الشيخ الآن، قال علي رضي الله عنه: إنكم علينا ثلاث، ألا نمنعكم مساجدنا، ولا نمنعكم من الفي، ولا نبدأكم بقتال. حتى انحازوا وهم الذين قاتلوا وبدأوا القتال، فعند ذلك قتلهم علي رضي الله تعالى عنه والصحابة معه، ولم يترددوا في قتالهم. فكان تعامل الصحابة وفق هذا المنظور الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة، هذه الحديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية، وهو ممن يرى عدم تكفير الخوارج كما هو قول الجمهور، ذكر أن الصحابة كانوا يتعاملون معهم كسائر المسلمين، من حيث أنهم كانوا يأتون إلى الصحابة ويستفتونهم فيفتونهم ويعرفون أن هؤلاء من الخوارج. وكانوا، وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف بعضهم، وأنهم كانوا يعاملونهم كعامة المسلمين، لم يسفكوا دماءهم بدون قبل أن يبدأ أولئك القتال. فالتعامل معهم الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان في غاية الحكمة وفي غاية العدل والإنصاف، بلا إفراط ولا تفريط. ولما قاتل وأخذوا السيف وسفكوا دماء المسلمين قتلهم الصحابة، وذكروا عند ذلك الأحاديث المرغبة في قتالهم، وأن في قتلهم أجر. هنا